وانا بتكلم مع حضرتك وانت بتقول لي ان مكلي وحسام حسن برايه. ما فهمتش. لا مكلي مش برايه. مكلي مش برايه. انا مش حسام حسن. انا الفريق الاول دايما يعني خليه هو بذاته هو الدوري الممتاز تمام، لكن انا كل المنتخبات دي معايا. يعني ايه يا كابتن هو الدوري الممتاز؟ الدوري الممتاز ما في رابطه انا هتدخل اعمل ايه؟ مش ماليش تعمل كل حاجه. لا هم ما يفهموش كده يا كابتن، معلش مع احترامي. البوزيشن بتاع مدير فني الاتحاد حتى الان هم ما يدركوش ده. لا بقول حاجه اقول لك ايه، طب ما خلي علاء نبيل يجي يدير الاتحاد. يعني حسام حسن لما يقعد مع علاء نبيل ويتكلم في الامور الفنيه واستعدادات دي انا بعملها بينه وبينه. تمام. ايوه ليه ما تعملها بشكل رسمي؟ لا ازاي يا كابتن، يا كابتن سيف ده انا اول مره دخلت قعدت كان لسه الجهاز بتعين تمام، وانا قاعد وكنت متعين قبليهم. رئيس الاتحاد خدهم قال لهم تعالوا بقى عشان نتصور، راحوا قعدوا على بعض وانا قاعد. حاجات صغيره بفهم منها القصه ايه. انت كيميا مع الاستاذ جمال ما مشيتش؟ لا هو بعيد شويه عن تفكيري، ودايما فاكر اللي انا يعني اتقالت لي عايز تاخد اللقطه ايه؟ احنا المنتخب مسافر وانا موجود هنا عادي بديرها من هنا. تستريح اكتر مع هاني ابو ريد عن جمال علام؟ طبعا. ليه بقى؟ لان في مواقف انا متاكد، لان انا اشتغلت معاه سنه قبل كده بس ما كنتش مسؤول في الاتحاد. كنت في جهاز فني تبع الاتحاد سواء مدرب منتخب الشباب او منتخب الاول مع كابتن جوهري. ففي هات وخد في الكوره تمام. لكن الاستاذ جمال ما يعني رئيس الاتحاد مش في الفتره الاخيره بالذات، الاول كان ممكن هات وخد، لكن الفتره الاخيره حصلت مواقف بدون ذكرها، حصلت مواقف زعلتني يعني. هل ممكن تخش تكون حمزه الوصل ما بين حسام حسن وهاني مريده؟ ممكن تكون العلاقه مش في افضل حال؟ لا ما اعرفش، لكن اكيد طبعا يعني اكيد ده مين مين اللي ما يعرفش؟ انا ما اعرفش العلاقه ايه يعني، بس انا يعني انا اعرف. مين يا كابتن؟ انا اسف، مين اللي ما يعرفش؟ انا بسال والله. الا عشان التصريح اللي اتقال يعني اعتقد المهندس هاني حضرتك لوحدك على كل على على اعتقد المهندس هاني دماغه كبيره ومخه كبير، واعتقد حسام حسن ما بيفكرش في حاجه غير النتائج المنتخب وادائه مع اعتقد ما فيش مشاكل يعني. لو في اي حاجه لازم تتدخل يعني. وجود حضرتك في النص اعتقد يحل جزء كبير. اكيد طبعا اكيد طبعا. بتتمتع بعلاقه طيبه مع هاني وليد، بتتمتع بعلاقه كده مع حسام حسن، اعتقد الامور تمشي بشكل أكيد. كويس. ده جانب النهارده من المؤتمر الصحفي للمهندس هاني ابو ريده، كان النهارده اول مؤتمر النهارده عمله هو وقائمته بالكامل من داخل منتجع الاسيوطي اعتقد. منتجع الاسيوطي صح. محمد ابو حسين، خالد الدرندلي، الاستاذ حمد الشربيني، طارق ابو العينين، مصطفى ابو زهره، الاستاذه ايناس مظهر، ده المجموعه اللي موجوده اعتقد، مجموعه من الشباب، ونتمنى لهم ان شاء الله باذن الله مجموعه جميله، تجربه جيده يعني.